دايما في الحياة اللي احنا عايشينها في كرة القدم، عشنا حياة طويلة جدا جدا في كرة القدم. في كرة القدم عمرنا ما شفنا نادي بيبقى عنده مشكلة مع لاعب مثلا. خلال الفترة اللي فاتت برضو الواحد لعب كتير جدا في كرة القدم، مش أنا وغيري، كلنا لعبنا وكلنا شفنا. مفيش نادي في العالم بيقف على حد، مفيش نادي في العالم بيقف على لاعب. اللاعب دايما هو اللي بيبقى محتاج النادي. أي نادي في العالم هو اللي بيعمل اسم اللاعب، خصوصا لما بتبقى في نادي باسم وحجم وجماهيرية النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما هو اللي بيعملنا. أنا كلنا أي حد فينا لعبنا في أندية كتير، لكن اسم النادي الأهلي أو مجرد أن أنت تبقى لاعب في النادي الأهلي بيوديك في حتة تانية من الناحية الجماهيرية، والناس كلها بتبقى مهتمة بيك، والناس كلها بتبقى عايزة تشوفك بتعمل إيه، والناس كلها عايزة تعرف أنت بتعمل إيه. النادي الأهلي معروف دائما بأشياء كثيرة جدا، من أهم هذه الأشياء الالتزام، الأخلاق، المبادئ، الالتزام داخل الملعب. الالتزام داخل الملعب. اي لعيب، وشفنا كتير خلال الفترات اللي فاتت، اي لعيب في الدنيا جه النادي الاهلي واحسن لعيب في العالم وغير ملتزم بتبقى عنده مشاكل مع جمهور النادي الاهلي ومع اداره النادي الاهلي. بيتم تقويم اللاعب في اي اتجاه، في اي من النادي الاهلي دايما بيحتضن الناس، بيحتضنهم خصوصا لما بتبقى لعيب عندك ملكه او عندك مهاره. مش النادي الاهلي بقى بس اللي بيستفيد منها، ممكن مصر كلها تستفيد منها. انت بقى كلاعب عليك دور مهم جدا جدا جدا. مجرد ان انت موجود في النادي الاهلي، مع احترامي لكل الانديه ومع تقديري لكل الانديه، انت في حته تانية خالص، من الناحيه الجماهيريه، من الناحيه النجوميه، من ناحيه السلوك، كل النواحي، كل النواحي. كل اللي مطلوب من حضرتك كلاعب في النادي الأهلي، كل اللي عليك ان انت تلتزم جوه الملعب. واللي ما يعرفش، اللي ما يعرفش، كرة القدم عمرها قصير جدا، كرة القدم عمرها قصير جدا، واللي فات مش زي اللي جاي. انا بتكلم لأي لعيب كورة في الدنيا، كرة القدم عمرها قصير، واللي فات ما بيبقاش زي اللي جاي. فحاول على قد ما تقدر ان انت تدي نفسك او تدي النادي اللي انت بتلعب باسمه، خصوصا لما بيبقى باسم النادي الاهلي وجماهيريه النادي الاهلي، تدي له كل اللي مطلوب منك وزياده. كل اللي مطلوب منك وزياده تقدر تعمله اعمله. صالح جمعه من امهر اللاعبين اللي انا شفتهم في حياتي، من افضل ومن اطيب الاشخاص اللي انا شفتهم في حياتي، بالمناسبه من الناس القريبه مني، يعني هو أصغر مني بكتير لكن من الناس القريبة مني، بشوفه وبقعد معاه وبنتكلم مع بعض كتير. فصالح واحد من أمهر اللاعبين اللي موجودين في مصر، والكلام ده أنا قلته كذا مرة قبل كده. صالح اتأخر على التمرين، أنا معرفش اتأخر ليه، أنا معرفش اتأخر ليه، لكن مجرد أن أنت اتأخرت عن التمرين ولو دقيقة واحدة، ده بالنسبة لجمهور النادي الأهلي وبالنسبة للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة وبالنسبة لإدارة النادي الأهلي شيء غير مقبول، شيء غير مقبول. وبالتالي في التوقيت ده تحديدا يجب أن يتم توقيع عقوبات عليك. لكن اللي أنا بقوله لحضراتكم وبطمنه لحضراتكم إن صالح جمعة من اللاعبين الملتزمين، أو من المفترض إن هو بقاله فترة ملتزم جدا. ايه اللي حصل وتأخر ليه؟ حاجة تخصه، لكن في النهاية ممكن يكون تعبان، ممكن يكون مريض، ممكن يكون أي حاجة، لكن في النهاية هو أخطأ علشان جه متأخر. فكل اللي بنطلبه من صالح خلال الفترة اللي جاية الالتزام، الالتزام، الالتزام. وصالح جمعة لما هيبقى في الملعب زي ما أنتوا شفتوا أو زي ما حضراتكم شفتوا خلال الفترة اللي فاتت، النادي الأهلي دايما بيستفيد منه. وأنا متخيل إن في ظل القيادة الفنية الجديدة لمنتخبنا الوطني كابتن حسام البدري ممكن نلاقي أسماء جديدة، لأنه عايز يوري الناس إن في أسماء جديدة، فممكن جدا يبقى في أسماء جديدة. فكل اللي بنطلبه من صالح جمعة، من فضلك يا صالح، ودي رسالة شخصية أو نصيحة شخصية مني أنا،
مش من حد يعني، ولا اعتبرني مش موجود في القناة. أنا لو كنت كلمته في التليفون كنت هقول له الكلام ده. بغض النظر عن أنت جيت متأخر ليه، ولكن الالتزام هو الطريق الوحيد إلى قلوب كل جمهور الأهلي، أو كمان غاب عن تدريب المستبعدين مش اتأخر. فمجرد غيابك عن التدريب ده معناه عدم الالتزام، وبالتالي يستحق عقوبة. وبالفعل كابتن سيد عبد الحفيظ وقع عقوبة على صالح جمعة، واتنشرت في كل حتة واتقالت في كل حتة على حسب اللائحة اللي موجودة. هو ده النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي. ولكن أنا بصفة شخصية، بصفة شخصية بحب صالح جمعة جدا، وبشوف ان هو واحد من افضل اللاعبين في مكان اللي بيلعب فيه، وان احنا محتاجينه خلال الفترة اللي جاية كنادي اهلي وكمنتخبنا الوطني. من فضلك يا صالح مش عايزينك تغيب تاني الفترة اللي جاية، عايزينك تبقى ملتزم في الملعب. كل جمهور النادي الاهلي بيحبك وبيقف معاك، ولكن اذا كنت ملتزم وكنت التمرين الساعة 9 من الساعة 8:30 9 الا ربع زي ما كنا بنشوف اللعيبة الكبار كلهم كانوا بيبقوا كده. كل اللعيبة الكبار اللي وصلوا في العالم كله، شوف رونالدو. رونالدو دلوقتي انا قريت له حديث قريب، قال انا عندي 34 سنة ولكن وعملت كل حاجة وخدت كل حاجة، خدت كاس العالم وكاس اوروبا وعمل كل حاجة، عمل كل حاجة في الدنيا، ولكن بيقولك انا حاسس ان انا لسه ما عملتش حاجة وان انا ببدأ حياتي من جديد، وهو عنده 34 سنة. هو ده التفكير اللي الناس عايزة صالح يفكر بيه. خلي بالك يا صالح، العمر بيعدي، وفجأة فجأة هتلاقي العمر عمر كرة القدم، يعني أنا آسف، عمر كرة القدم ربنا يديك الصحة والعمر وتفضل طول عمرك موجود، ولكن أنا بتكلم في كرة القدم. العمر فجأة بتلاقي كرة القدم انتهت، انتهت خلاص، محدش بيبصلك. فخلي بالك، نادي الأهلي محتاجك، بلدك محتاجاك، ولكن أن تكون ملتزماً أفضل عشان توصل لكل قلوب الأهلاوية.